حاولنا ديما نتذكروا حاجات باش تستعملوها هي تكون مواد أولية وباش الناس تكون في الأقبال الشراء متاعها وباش نعرفوها زادة لصغارنا بنحاولوا نوصلوا الفكرة الباهية هي صغارنا باش يتعلموا السرعة كما نقولوا راح نشوف مدرسة جديد وقد صارت لي ديما. هذه الحافة السمارة جابوها سكان الموروسكيين كي هاجوا من أندلس جاوا لمدينة نابلة اللي هي كانت تسمى الدخلة، جابوا الحرفة بي وصنعت منها عدة الأشياء اللي كانت هي الحصير تستعمل للمنازل وبعض الحصير ولا تستعمل للجوامع، ولين طورنا فيها ولين استعملونا عدة أشياء كما بوفيت كما صالونات كما سكمع كما باراسوليت كما مرايتيت عدة أشياء ما ولات معاش فيها ليميت. قصتي هذيا مع الحرفة هذيا كانت عندما كنت نمشي نقرا كنت نروح من الفراين نمشي بحضر بابا كان يخدم في الحرفة هذيا، كل مرة نتعلم حاجة بحضرها كل مرة نتعلم حاجة وبدا الحب فيها بطريف لقيت روحي بعد ما كمل الفراين وحدي نمشي لها وحدي قلت علاش ما نطوروش منها هذيا حرفة جديدنا وحدينا بطريف طورنا فيها صنعنا منها مابل صنعنا منها فريين صنعنا منها تسكامار شاركنا بها في المعارض برا في باريس شاركنا بها في ميلانو عملنا بالإكسبور عرفنا بها وبين المجهود ما يكونش لي أنا وحدي يكون المجهود لي أنا وكيف عائلتي والأصحابي والأحبابي واللي يخدموا معنا نحن كل عائلة نحن كل نحبوها ونخدمنا بها وجروب مع بعضنا ما يكونش النجاح لي أنا وحدي يكون النجاح لي واللي يخدموا معنا اللي هم أخواتنا والعائلة والدنيا كل الحمد لله. الحرفة بها لها أفق كبير في المستقبل وهي خدمة مزيانة وخدمة لها إقبال كثير والمشكلة الوحيدة اللي هي في الحرفة بها لا يوجد التعب فيها لا يوجد صناعة لا يوجد الشباب باش يتحبوا يتعلموا عن وجه وبرشا صعوبات في بيئة العامة.